جميع فاص الذراع على اليمين حزة. ثابت أمامكم ضرب. جاهزين؟ جاهزين. إعلان مهم. تعلن مجموعة القدس الكشفية بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة بقطاع غزة وبرعاية كريمة من أهل الخير في دولة الجزائر مسابقة الكشاف الحافظ لكتاب الله تعالى لتثبيت القرآن الكريم وأجزاء منه مع معاني المفردات لفروع المسابقة كافة. اقرأ من قوله تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ الحفاظ. اقرأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هل للعلا للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران؟ اقرأ ورتل ورق في تلك السماء، جنات عدن ما رأت عيناني. كلماته طهر وطوق هداية، يحيي غريقا ميت الوجدان. نبدأ إن شاء الله عز وجل بالسؤال الأول. اقرأ من قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اقرأ علينا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا. ما معنى كلمة أخبتوا؟ أخبتوا أي خبر وذلل. نعم، الله يفتح. وضمن فعاليات دار القرآن الكريم والسنة وضمن أنشطة دائرة منتدى الحفاظ كانت هذه المسابقة، مسابقة الكشاف الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى ومفردات ألفاظ القرآن الكريم. هذه المسابقة التي خصصت لهذه الشريحة للكشاف الحافظ، فئة الشباب الذين نسعى بإذن الله عز وجل في دار القرآن الكريم والسنة وفي هذه الدائرة المباركة، دائرة منتدى الحفاظ، لتربيتهم وتنشئتهم على كتاب الله سبحانه وتعالى. والشكر موصول للإخوة الكرام في دار القرآن الكريم والسنة ودائرة منتدى الحفاظ، ثم الشكر للداعمين والمساندين لهذه المسابقة الذين دعموها ماليا. أخص الأخ الحبيب أبا عاصم العربي بتقى على جهوده المتواصلة في دعم دار القرآن الكريم والسنة، وأقول له جزاك الله خيرا أنت وإخوانك على هذا الدعم المتواصل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجهد في صحائف أعمالكم يوم القيامة ومزيدا من الدعم والمساندة لدار القرآن الكريم والسنة، لنؤدي نحن وإياكم رسالتنا في تحفيظ وتعليم كتاب الله عز وجل. نتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الكرام في دولة الجزائر، ونخص بالذكر الشيخ العربي بطقة على دوره في دعم مسابقة الكشاف الحافظ لكتاب الله عز وجل.